يلا يا عيسى يا وفوفا. في كل مرة يسدد الفريق الرواندس بكل تأكيد الأمال كلها معقودة على عيسى فوفان، على أن يسجل لاعب الهلال 5 الركلات الأولى. يلا يا عيسى يا فوفانا، عيسى فوفانا وإنداي إيشيماي، إنداي إيشيماي وعيسى فوفانا. تقدم إيشيماي، يضع الكرة في الشباك، يضع الكرة في الشباك إيشيماي، وبطاقة صفراء لإيشيماي. أم ماذا هناك؟ نعم، الجيش يسجل ركلة ترجيحية الأولى على يمين الحارس عيسى فوفانا. عطونا المباشر يا شباب. بابي عبدو و بافيل إنزيلا، سنغالي بابي عبدو. تقدم بابي عبدو، صوب كرة وهدف. 1-1 بابي عبدو يسجل هدف التعديل. يلا يا فوفانا، كل الآمال معقودة على الحارس خلال الركلة القادمة للفريق الرواندي. بابي عبدو على الزاوية اليمنى، حارس على الزاوية اليسرى، مفيش أجمل من كده. لاعب الرقم 13 كليمنت ناجينيا. يلا يا فوفانا، ناجينا سجل هدف ثاني للجيش الروان، مع ابتسامة حاضرة على كلمنت ناجينيا رقم 13 من جانب الفريق الروان. 2-1. من اللي سيسدد من الهلال؟ عثماني ضيوف، سنغالي في مواجهة الحارس الكاميروني بابيل إنزيلا. عثماني ضيوف، تمناها في الشباك يا ضيوف، تمناها هدف ثاني للهلال. عثماني ضيوف تقدم، عثماني ضيوف، برافو ضيوف، قوية كانت رغم متابعة الحارس، لكنها قوية في المرمى. سجل بكل هدوء ثالث الأهداف بالنسبة للجيش الرواندي، 3 ركلات للجيش الرواندي، سجل 3 أهداف، ركلتين للهلال، سجل ركلتين. الركلة الثالثة هلالية، من القادم؟ أعطينا المباشر يا مخرج المباراة، من القادم؟ مخرج أيضا يتلاعب بأعصاب الجماهير. صلاح عادل، والركلة الثالثة الهلالية، صلاح عادل، سجل صلاح عادل، برافو صلاح يا عادل. رغم محاولات الحارس بابيل إنزيلا، الكرة في الشباك. 3 ركلات للهلال، 3 أهداف، 3 ركلات للجيش، 3 أهداف. يلا يا عيسى فوفانا، الله يحقه حقيقة أنها ركلات أعصاب جماهير الحاضرة السودانية بالزي السوداني، جلابية وطاقية، ويا هلال في جبينة سودانك، في جبينة الشعب الحبوب. الليلة ده يوم السودان، البلد الليلة هلالابي، راعد بالرقم 18 سيسدد لاجي برينجيرو، ركلة الترجيح الرابعة للفريق الرواندي. برينجيرو، يلا يا فوفانا، مرت الكرة إلى الشباك،
مرت الكرة إلى الشباك. 4 ركلات للفريق الرواندي، الجيش الرواندي، 4 أهداف. الركلة الرابعة للهلال من سنتيمترات سنتيمترات. القائد الثاني بعد خروج القربال محمد عبد الرحمن أبو عاقلة عبد الله. أبو عاقلة عبد الله، ركلة ترجيحية رابعة للهلال. أبو عاقلة يتقدم، أبو عاقلة، أبو عاقلة، سلام يا أبو عاقلة، يا سلام يا أبو عاقلة على الهدوء والتركيز والرزانة. هدف رابع هلال. 4 ركلات ترجيحية للهلال، 4 أهداف، 4 للجيش، 4 أهداف. ويا فوفانا، كل الأمال معقودة على فوفان. يلا يا فوفان. مامادو سي، مامادو سي الرقم 9، يلعب بالشمال، يلعب بالقدم اليسرى، يلعب بالقدم اليسرى من اليمنى. عموما يلا يا فوفان، يلا يا فوفان، يلا يا فوفان. مامادو سي، مامادو يضع الكرة بكل ثقة في المرمى عكس اتجاه الحارس فوفانا. مامادو سي، 5 أهداف للجيش الرومي، 5 ركلات، 5 أهداف. الركلة الخامسة الهلالية، يا لها من مباراة ويا له من سيناريو، وجمهور على أعصابه. مخرج المباراة بدل ما يعطينا المباشر عشان نشوف مين اللي حيسدد، يجيب لك إيبولا ويجيب لك شعار الهلال. يلا ما في مشكلة، يلا يا إيبولا، يلا يا إيبولا، إيبولا. والكرة ضاعت وضاعت.